انا بمدح النبي واقول يا نبي وصلي على النبي. النار لا تحرق لسان عبدا يصلي على النبي. اسمك محمد يا نبي وفي السماء محمود. نرجو الشفاعة يا حبيبي يا محمد ما يوم العود حك العود. زمان قبل ظهور وانتشار مواصلات النقل الحديثة كانت رحلات الحج اللي طالعة من مصر بتاخد من 3 لـ4 شهور. الرحلة شاقة والاستعداد ليها بياخد وقت طويل، طحن الدقيق، تحضير الزاد والزواد، وتهيئة الحج نفسياً للزيارة المقدسة. في الوقت ده كان صوت الستات مع الدف والزغاريد بطل رئيسي في بيوت الحجاج. مع إن الزمن اختلف وظروف الرحلة اتغيرت، لكن المفاجأة بالنسبة لي إن غنى الستات للحج لسه موجود لحد النهاردة. هنا في مركز كومومبو بأسوان أغاني متوارثة من الأجداد ما نعرف لهاش مؤلف ثابت، لكن بتمارسها بعض الستات الموهوبات بالفطرة زي الحاجة حمدية اللي أصرت إنها تداري وشها قبل ما نسجل معاها لأنها ما بتغنيش غير وسط الستات وبس. بتغني كده من زمان الغنى الحلو ده؟ اه. من امتى؟ زمان. من وانت عيله يعني صغيره كده؟ لا مش عيله صغيره. اه كبيره؟ لا دلوقتي يعني سنين. آه. يعني سنين. 5 سنة كده. بتغني فين بقى؟ بتقولي غنى الحجيج فين؟ يعني للحجيج. اه. لما الناس يحجوا مثلا يمدحونا نمدح ليهم هم، وفي الافراح برضو لما يقولوا لنا امدح بنمدح. انت مدحة بس؟ مدحة للرسول عليه الصلاة والسلام. للي يحج للفرح. أيوة. عايز يستبارك لمولد. لمولد رسول الله اللي 12 الربيع ديل ناخد شهر في الربيع احنا من بنغني. يعني بتغني للستات ولا تغني للرجالة برضو؟ لا للستات بس. للستات فقط. بس اه فقط في البيوت. اه في البيوت. اه. وعندنا ابو زايد بيجيب رجال بيسوي ليالي برضه 12 ليله. 12 يوم. 12 يوم بيجيب التهامي والدشناوي والمودحين يعني كلهم بيجيبهم. وانت في نفس الوقت تروحي البيوت عند الستات. أيوة. في المدينه. ايوه انا اللي يندهني ويقول لي تعال بنروح ليه. وانت دي فرقه معاكي يعني؟ اهي الفرقه دي. الفرقه دي تمام. أيوة. هم دول اللي معاكي من أيوة. زمان. ايوه. وفي ترتيب معين للاغاني اللي بتقوليها بتاعت الحج مثلا لو واحد رايح غير لو ما واحد راجع؟ اه طبعا. ايه بقى؟ الرايح غير الجاي. كل دي ليها اغاني وليها اغاني. ايوه ليها مديح ودي ليها مديح. مديح. وهو راجع بقى هتقولي له ايه؟ السلامة الحجاجة وبركة الله زيارة عرفة. يعني حجاج يعني غير اللي ما يروح غير ما يجي ما يرجع.